بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الجزء الثاني من الفصل الأول. احنا إن شاء الله النهارده عايزين نحاول نخلصه على قد ما نقدر. وزي ما انتم عارفين المحاضرة مسجلة، وأنا بعت لكم اللينك بتاع اليوتيوب شانل بتاعتي، بحط عليها المحاضرات أول بأول. يا ريت تعملوا عليها سبسكرايب، وبحيث إن انتم على طول تبقوا اللي يحب يرجع يبص على المحاضرة مرة أخرى هيلاقيها على اليوتيوب شانل. تمام، شفتوا اللينك موجود على البلاك بورد، اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوه خدتوا بالكم منه. برضو ايه، لو في حاجه قولوا لي. خلاص الشباب اتفقنا. طيب دلوقتي تعالوا نكمل. عندنا مثال رائع جدا لشركه وعلامه تجاريه ناجحه جدا جدا في السوق الامريكي، نجحت انها تخترق السوق رغم المنافسه الشديده جدا 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 في عالم الفاست فود، وبالذات في عالم فكره الوجبات السريعه المتعلقه بالدجاج بالذات. وكانت مش سهله، لان السوق طبعا فيه وحوش زي ما بيقولوا، يعني ناس رواد في السوق زي كي اف سي وزي علامات تجاريه تانية كتيره جدا في السوق الامريكي المتعلقه بهذا المجال. فان هم يعني هم بقى لهم يمكن 10، يعني ما لهمش كتير قوي زي كنتاكي طبعا، يعني مش علامه تجاريه قديمه قوي، علامه تجاريه تعتبر حديثه يعني بقى لها مثلا 10 15 سنه. فان هم ينجحوا في اختراق السوق، وان هم ينجحوا ان هم يعني يجدوا نفسهم مكان في السوق، ودلوقتي اصبح عندهم حاسه سوقيه معتبره، فده شيء مش سهل. والاتصالات التسويقيه المتكامله لعبت دور كبير جدا في هذا النجاح. تمام؟ تشيك فيلي هي يعني شركه بتهتم جدا جدا بانها تقدم منتج محترم، هي البديل للفاست فود اللي هو اللي يعتبر الى حد ما في هيلثي كومبوننت، يعني في عناصر غذائيه معقوله. يعني مثلا الدجاج بتاعهم بيجيبوه من مصادر كويسه، الجوده بتاعته محترمه، ما بيقلوش الدجاج ويعملوه مشوي اكتر وحاجات زي كده عشان يبقى اكتر صحي. بيستخدموا في المنتج كل عناصر المنتج الى حد ما القيمه الغذائيه بتاعتها تعتبر كويسه. بيقدموا ايضا في المنيو بتاعهم حاجات تانيه زي السلطات وزي حاجات بالعيش الاحمر ومش عارف ايه، الحاجات البدائل الايه؟ يعني بديل اللي هي تعتبر فاست فود، لكن في نفس الوقت واخد طابع هيلثي شويه، شبه كده عارفين سب واي كده، فاهم قصدي؟ اللي هو ايه؟ يعني بيقدم هيلثي اوبشنز يعني بكتير، وهو يعني ايه عامل قيمه غذائيه عاليه في الموضوع ده. طيب او ميزه تنافسيه كمان في هذا الموضوع. السعر بتاعه برضه سعره يعتبر تنافسي جدا ومعقول جدا، ويقدر ان هو يوجد لينا مكان من سعر معقول في السوق، اللي هو واطي قوي اللي هو عالي قوي، سعر تنافسي الى حد كبير. الاماكن اللي بيفتح فيها اختار ان هو يفتح في اماكن سكنيه. انا ليه بتكلم معاكم على عناصر دي؟ يعني ليه عناصر المزيج ايه؟ حد يفكرني كده. وانا بتكلم على دي السعر والمنتج والمكان، دي عناصر المزيج الايه؟ ترويج. مزيج الترويجي؟ لا مش الترويج، انتوا لسه نايمين. مزيج الترويجي دكتور. تشويق. برافو. عناصر المزيج اللي هي واحده منهم الاتصالات التسويقيه المتكامله اللي احنا بندرسها. صح كده الكلام؟ اوكي؟ اللي هي الفور بيز يا دكتور صح؟ الفور بيز. تمام برافو عليك. الفور بيز اللي هي البرايس والبرودكت والبليس والبروموشن، وطبعا احنا واخدين البروموشن كده عملناها اكستندنج، وبنتكلم على الاي ام سي او انتجريت ماركتنج كوميونيكيشنز، وهو ده اللي احنا جايين ندرسه ونتعلمه مع بعض. فبناخد نموذج ناجح جدا اللي هو تشيك فيلي. تعالوا بقى عملوا حمله، تعالوا نشوف ايه بقى. احنا اتكلمنا خلاص على السعر والمنتج والمكان باختصار، فافتحوا في اماكن سكنيه عشان يضمنوا ان الناس اللي عايشه في الاماكن السكنيه دي يقبلوا على المكان، عشان ما يبقوش في كونسبت الفاست فود والكلام ده هو اللي طاغي على الموضوع. لا، كونسبت ان انت ممكن تروح مكان لطيف تقعد مع اسرتك تاكل برضه وجبه ما تاخدش وقت طويل، ولكن في نفس الوقت يعني حاجه هيلثي ولذيذه وهكذا. عملوا بقى ايه؟ يعني ايه اللي هم عملوه بالظبط؟ عملوا حمله لطيفه جدا كان اسمها كل دجاج اكتر، يعني بالانجلش كان اسمها ايت مور تشيكن، وحتى الطريقه اللي كاتبين بيها ايت مور تشيكن طريقه فيها اخطاء املائيه متعمده عشان تلفت النظر. ودي بنسميها اللغه الاعلان. لغه الاعلان يا جماعه لحد ما بتطلع شويه بره لغه قواعد اللغه العاديه. تمام؟ اللي فاتح الميكروفون يقفله ويفتحه لما يحب يتكلم عشان ما يبقاش فيه ايكو لو سمحتوا. حسين اقفل الميكروفون بتاعك. افتحوا فقط لما تحب تتكلم. فزي ما انتم شايفين كده اهو، واخدين بالكم؟
ال ال يعني فتحوا عملوا حملة سوري اسمها كل دجاج اكتر، يعني eat more chicken. لما عم تبص كده الاول وهلا على الحملة كده، ايه يا دكتورة يعني شعار الحملة شعار عادي كده مفيش اي ابتكار، ايه 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 كل دجاج اكتر يعني ما فيش مشكلة يعني. لكن الحقيقة الطريقة اللي نفذوا بيها الحملة والاسلوب اللي هم اخرجوا بيه عناصر الحملة كلها كان اسلوب مبتكر جدا جدا جدا. هم اعتمدوا على آلية واحدة؟ لا. اعتمدوا على اثنين؟ لا. اعتمدوا على مجموعة من الآليات ومجموعة من عناصر المزيج الترويجي بقى اللي يوصلوا بيها هذه الرسالة. طبعا الرسالة واحدة زي ما قلنا، فكركم بالمصطلح بتاعنا ان احنا بنختار الاختيار الامثل والافضل لعناصر المزيج الترويجي لايصال رسالة واحدة موحدة مميزة عن علامتي التجارية الى السوق المستهدف في الوقت المناسب بالشكل المناسب في المكان المناسب. وده التعريف البسيط السهل للاتصالات السوقية المتكاملة. تمام. تشيك فيلي من الشركات اللي اعتمدت اعتماد جامد جدا على الاتصالات المتكاملة لبناء العلامة التجارية والتواجد في السوق بشكل قوي. نعم. تعالوا كده نبص بصة هفرجكم على الاعلانات. وكلنا عندكم اول واجب يا شباب ليكم هو الواجب اللي متعلق بشركه تشيك فيلي. مطلوب منكم تجاوبوا مجموعه من الاسئله موجوده على بلاك بورد، والديدلاين ان شاء الله خميس القادم، يعني عندك اسبوع كامل تحل فيه الواجب. خلاص حط الواجب على بلاك بورد. لا اقبل ليت اساينمنتس، ليت نو، مش عارف حصل ايه نو، مفيش حد يبعت لي حاجه بالايميل، كله على بلاك بورد لان احنا تعاملاتنا كلها بالبلاتفورم. ايوه ده دكتور بنجيبها من الفيديو يعني دكتور. بتجيب من كل اي مكان على اليوتيوب الانترنت. اخر سلايد خالص فيها لينك، في لينك مليان بقى اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والويب سايت بتاعهم، يعني شركه معروفه، هتخش هتلاقي كل اللي انت عايزه موجود. اه تمام. يعني اسئله الاجابات بتاعتها على النت مش في؟ لا طبعا، من فهمك ومن كل حاجه يعني. تمام. عايزاكم تجتهدوا كده وتحاولوا ان انتوا ايه تساعدوا نفسكم ان شاء الله. تعالوا بقى يا شباب، عايز مين عايز يتكلم؟ مين عايز يتكلم؟ مين؟ انا نزلت الاسئله. نزلت الاسئله، لكن هل هو في فيديو ان احنا نتابعه ونحلل ولا من عندنا من راس؟ لا في فيديوز، هو انا ليه فرغت اهو، بص تتفرج حالا. في فيديوز، مش فيديو واحد، في فيديوز كتير، في فيديوز في كل الحاجات انا كاتبه لكم، شبكات التواصل الاجتماعي الانترنت، بصوا على الفيديو، بصوا على الاكونت بتاعتهم، بصوا على الويب سايت بتاعهم، يعني هتلاقي كل اللي انت عايزه يا سامي. تعالوا مع بعض، هقول لك بس استنى عليا سامي ثانيه بس، خلينا نتفرج على الاعلان مع بعض عشان نكسب وقت معلش، وبعد كده هكمل كلامي ولا يهمك. حاضر حاضر، انا بس اتفرج على الاعلان مع بعض. اتفرجوا على دي مجموعه من الاعلانات التي تحمل شعار الحمله. يومي ده shake down speak oh. طيب اتفرجوا على اعلان تاني نفس شعار الحمله، بس اعلان يعني اعلان تاني يعني، بس نفس الفكره. Thank you.
Give your gathering something to gather around. Try catering at Chick-fil-A. بص. Just moments ago, a grand opening of... شاهد عليكم. ها. ايه انطباعاتكم عن الاعلان؟ عن الحملة وعن مجموعة الاعلانات اللي شفتوها دي كلها. ايه انطباعاتكم عنها؟ يعني ايه اللي شايفينه؟ ممكن بيستخدموه للفكاهة او الحاجة الغير واقعية يعني. طبعا يعني مستخدمين. انتوا ايه رأيكم في الفكرة؟ الفكرة حلوة ولا مش حلوة؟ ما عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ سعود قول يا سعود. دكتورة الفكرة ان اللي فهمت ان البقرة تقول حاولوا تاكلون دجاج اكثر بالضبط عشان تريحون. بعض الاسقاطات على المطعم الثاني تقدم بيف بس او لحم فقط. بالضبط بالضبط. طب اسألكم سؤال، الشعب الامريكي بيستهلك اكثر لحوم ولا دجاج طبيعة الحال يعني كثقافة يعني انتوا شايفين ايه؟ هل بيستهلك اكثر دجاج ولا بيستهلك اكثر لحوم؟ لحوم اكثر. لحوم طبعا لحوم، عكس على فكره الشرق الاوسط هنا. انتوا عارفين هنا الشرق الاوسط مثلا شركه زي ماكدونالدز ما عمرها ما كانت بتبيع لحمه، على فكره ماكدونالدز ابتدت تبيع لحمه لما جت الدول العربيه الشرق الاوسط عشان احنا بنحب الدجاج يعني، فاهمين قصدي؟ فهي فعلا زي ما انتوا قلتوا بيستهلك لحوم اكثر من الـ من الـ من الـ من الدجاج. فان هو يجيب البقره وان هو يخليها تتحدث مع الناس يقول لهم يا جماعه ابعدوا عننا شويه ريحونا وكل دجاج اكتر، ففيها طبعا مجازفه وفيها جرأه وفيها في نفس الوقت فكره مبتكره لذيذه جدا وملفته جدا. يعني هل تعتقد ان انت لو شفت الاعلان ده مش هيلفت انتباهك؟ هيلفت انتباهك ولا لا؟ هيشدك ولا لا لما تشوف البقره تتكلم معاك؟ اكيد دكتوره. بالظبط. يعني احنا بنسمي ده بنسميه يا شباب اسمه ستوبينج باور، يعني قوه التوقف، ان هو بيستوقفني، ان هو بياخد بيشد انتباهي بيخليني انا ابص واشوف، فاهمين قصدي؟ واتابع يعني اول وهله كده في حاجه اسمها ستوبينج باور. لازم اي حمله اعلانيه يكون عندها ستوبينج باور. انت بقى كواحد بتشتغل في مجال التسويق في مجال السيلز المتكامل يكون عندك ذكاء انك توجد عناصر او توجد فكره معينه، تمام؟ انها توجد فكره الستوبينج باور. ليه الستوبينج باور ده مهم؟ ليه قوه الاستوقاف دي مهمه جدا جدا جدا؟ وهي تعتبر اول مرحله في تنفيذ حملتك اللي هي المدخل بعد كده بتاع كل اللي انت عايز تعرف الناس عنه بعد كده في الحمله بتاعتك. لازم الاول يكون في ستوبينج باور، يعني لازم يكون في الاول شد انتباهي جامد جدا. ها دكتور، الاعلانات صارت ممله يعني، الانسان بطبيعه حالته يشوف الاعلان يكون ممل على طول الا اذا كان فيه شيء يستوقفه او يشد انتباهه. برافو. ايه تاني؟ مش في زحام رهيب جدا جدا يا سعود كمان؟ مش في منافسين كتير؟ في اعلانات كثيره. يبقى عشان اخترق الزحمه اعمل قوه استوقاف قويه جدا، صح ولا لا؟ خلي بالكم احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان انت لازم تكون عندك ايه؟ رسالة موحدة مميزة. فاكرين التعريف؟ مميزة عن مين؟ عن المنافس. عشان اعمل قوة استوقاف واوقف المستهلك يبص ويشوف ويتأمل ويسأل اكتر ويشوف الموضوع. يبقى هم نجحوا في ده بالفكرة بطريقة التنفيذ بكل ده، حطوا فكرة مبتكرة جدا. يعني انت بتتقسم محل كله دجاج، ايه علاقة البقرة بالموضوع؟ صح ولا لا؟ والبقرة بالنسبة واللحمة بالنسبة للحمة، اللحمة بشكل عام بالنسبة للمستهلك الأمريكي شيء مهم جدا جدا في حياته، إن هو بيستهلك لحمة كتير جدا. فبالتالي طبعا الفكرة نفسها كلها على بعضها فكرة، زي ما قال حسين طبعا مستخدمين عنصر الفكاهة، ودي حاجات هندرسها لما نتكلم على تصميم الحملة إن شاء الله. لكن في الوقت الحالي إحنا بنحاول نفهم بس إزاي الناس دي بتنجح، كيف تنجح هذه العلامات التجارية إنها وكيف تستعمل الاتصالات المتكاملة كي تنجح. طبعا الفكره كانت مبتكره جدا وكان عامل يعني فيها مجموعه كبيره جدا من الاعلانات، غير بقى الاعلانات عشان نشوف بقى ازاي استخدم الصوره المتكامله، استخدم الاعلانات المتلفزه، استخدم الاعلانات الخارجيه الاوت دور ادفرتايزنج، استخدم يمكن اعلانات كمان، استخدم كمان شبكات التواصل الاجتماعي باشكالها كلها، عمل عروض في التويتر، عمل مسابقات وعمل فعاليات داخل المتاجر. بصوا الولد اللي لابس زي الكاو ده ومش عارف ايه، عملوا حاجات داخل المتاجر. فاستخدم بصوا كم آلية
شفت كم آلية لو حطرهم كده في دايرة أو في حاجة، خمسة ستة سبع آليات مختلفة، وفي النص في المستهلك. يبقى أنا عندي عندي رسالة الحملة بتاعتي اللي هي كل دجاج أكثر بتحيط المستهلك من كل الإيه الجوانب، بحيث المستهلك لو راح أي مكان هيقدر يتعرف على الحملة ويتعرف على التجارية. وكمان حاطط فكرة قوة الاستوقاف دي، فطبعا عاملة آلية جذب خطيرة جدا جدا لفكرة الحملة ولشعار الحملة، وبالتالي طبعا كل ده في الآخر بينعاد بالخير وبالنمو وبالإدراك العالي جدا جدا للعلامة التجارية. لأن خلي بالكوا الإدراك هو أهم شيء بالنسبة للعلامة، هو ليه؟ لأنه عنصر مهم جدا لولاء المستهلك. عشان عايز أوصل في الآخر، أنا عايز أوصل ليه؟ هو بيعمل كل ده ليه؟ بيصرف كل مبالغ دي ليه؟ وبيعمل الاتصالات المتكاملة ليه؟ إيه السبب؟ عشان يعمل إيه في الآخر؟ إيه تفتكره هو المراد وهو اللي أنا عايز أوصل له يعني كعلامة تجارية أو شركة؟ ممكن أعرف إيه هو؟ إيه الكنز؟ إيه هو؟ حد يقول لي. ها يلا، فولت تسويق وغني مواد تسويق كتير، تكونوا عارفين الكلام ده. إيه أهم شيء للمسوق؟ إن هو يوصل لإيه بالعلامة التجارية؟ أو يوصل لإيه مع المستهلك؟ ها دكتور، يمكن أخلف حاجة عن المستهلك. يوصل لإيه سوري؟ مين عايز يقول ايه؟ ارفعوا ايديكم يا شباب عشان اعرف مين هيتكلم. اتفضل يا حسين قول. ان هو يفهم التارجت بتاعه اللي هو الحاجه بتاعت المستهلك نفسه. لا مش ده اللي انا عايز اطبقه، ده في الاول خالص، ده في شيء بديهي. ده بدايه التسويق، هو ان انا افهم. بدايه التسويق يبدا بالفهم، صح؟ لا انا بتكلم انا عايز اوصل لايه في الاخر، مش في الاول. يا حسين عبد الله اتفضل. يا عبد الله دكتور، اتوقع انه يشبع، يبي يشبع رغبات المستهلك. ايوه بعدين يعني انا عايز اوصل لايه في الاخر؟ اشبع رغباته، انا استفدت ايه لما اشبع رغباته؟ يا جماعه المنوات النهائي ده لازم يكون يعود على الشركه كمان، مش على المستهلك بس. احنا مش فاكرين جمعيه خيريه. اكيد الربح يا دكتوره. غير الربح ايه؟ الربح بيجي عن طريق ايه؟ ها يلا، عن طريق المستهلك. ايه مش ثقة المستهلك، يجي عن طريق ايه؟ ايه اللي هو اهم شيء بالنسبة للمسوق اللي هو بيدور عليه دايما؟ ها سعود؟ ممكن الولاء. برافو دكتور. بناء على مين اللي قال ولاء المستهلك؟ مين اللي قال ولاء المستهلك؟ مين؟ انا. مين انت؟ عبد الله صريطي. عبد الله بلس 2 يا عبد الله، هديك بونص على العلامه عمل السنه. شفت بقى؟ برافو عليك، مشكور عبد الله السبيتي. برافو عليك يا عبد الله. بالظبط، ولاء المستهلك. ولاء المستهلك هو اللي انا عايز اوصل له. ليه ولاء المستهلك؟ ان الولاء معناه ايه؟ معناه المستهلك خلاص اصبحت في الذاكره طويله الاجل عنده. كل لما يفكر ياكل وجبه سريعه مفيده مش عارف ايه، هيفكر في تشيك فيلي. فهمت قصدي ولا لا؟ لذلك هو ده اللي انا بدور عليه. اي علامه تجاريه بتدور على ولاء المستهلك، ان هو ده العامل اللي بيوصلني الى زياده قيمه العلامه التجاريه. كل ما زاد نسبه المستهلكين اللي عندهم ولاء، كل ما قيمه العلامه التجاريه ايضا بتزيد. خلاص كده، انا عايز اكتر من كده ايه؟ فقيمه العلامه التجاريه معناها ايه؟ معناها ان انا بقدر اسعر بسعر ملوش اي علاقه بتكلفه الانتاج ولا الكلام ده خالص. انت حضرتك لما بتروح تشتري حذاء نايكي وبتدفع فيه ألوفات ومئات وحاجات مبالغ رهيبه كده، هل تفتكر تكلفته بتكون قريبه جدا من اللي دفعته؟ ده تكلفه ولا حاجه. لان يعني الحذاء بيكلفه 20 30 دولار عشان يتصنع، بيتباع ب 120 و150 و200 دولار، صح ولا لا؟ وبنشتريه ولا لا؟ وعندنا رضا ولا لا؟ وعندنا ولاء ولا لا؟ شفت الولاء بيعمل ايه؟ لو ما عندكش ولاء علامه تجاريه، عمر ما هو يقدر يبيع بهذه القيمه، وعمر ما هو يقدر يستفيد. فاهمين قصدي ولا عمر المستهلك هيشتري اصلا المبالغ دي؟ لكن لان المستهلك عنده ولاء للعلامه التجاريه. يعني ايه ولاء؟ يعني بيشتري مره واثنين وثلاث، ودائما بيفكر وحاطط هذه العلامه في اتحركت خلاص من الذاكره قصيره الاجل الى الذاكره طويله الاجل، فاصبحت هي من العلامات التجاريه اللي هي بنسميها المجموعه محل الاعتبار في ذاكرته. لما يجي يشتري هيفكر فيها، لما تيجي تشتري محمول فكر في ابل، تشتري حاجة في الرياضة أفكر في نايكي، ما هي أفكر في الفاست فود أفكر في ماكدونالدز، لما أجي أفكر في مش عارف أشرب حاجة كوكا كولا. هو كده، دول الناس التوب. لو احنا دخلنا دلوقتي شفنا إيه أفضل 100 علامة تجارية في العالم، هنلاقي إن هم دول اللي بقول لك عليهم دول.
اللي هم اكتر علامات تجاريه عندها نسبه ادراك، لانها اكتر علامات تجاريه عندها نسبه ولاء عند المستهلكين، عندها قاعده كبيره في العالم من الولاء. فهمتوا ولا لا؟ لازم تفهموا ان هو ده دور المسوق، لازم تفهموا ان احنا وجودنا في هذه الدنيا كده اهو كمسوقين طبعا عشان نعمل ده، دي مهنتنا، ده شغلنا، ان احنا ننشئ وننمي ونكبر علامات تجاريه تمام قويه في السوق. كيف تقوى العلامه؟ من خلال ولاء المستهلك، مفيش اي طريقه ثانيه. يا فرحتي انا هشتري مره وما اجيش تاني، ده تسويق؟ هل هذا التسويق؟ هل تعريف التسويق؟ لا، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ فاتمنى ان تكونوا فهمتوا ايه هو المراد النهائي من كل اللي احنا نعمله ده، هو ان احنا نوصل لولاء المستهلكين ونقوي قيمه ونضاعف قيمه الايه؟ العلامه الايه؟ التجاريه. اتفهم الكلام؟ طيب تعالوا بقى نكمل. خلاص لو سمحتوا عايزكم بعد كده تخشوا وتشوفوا الحمله بتاعه تشيك فيلي وبتاعه ايت مور تشيكن والعلامه التجاريه، تشوفوا معلومات عنها وايضا مصادر عنها، وايضا تشوفوا كمان فكره الحمله نفسها ايت مور تشيكن نجحت ازاي السوق وعملت شغل ممتاز ويعني ادت يعني المهام او الاهداف اللي كانت تحطوها. فخشوا شوفوا، وخشوا على اليوتيوب، خشوا على الانترنت، شوفوا شبكات التواصل الاجتماعي، يعني هاتوا اقروا عن الحمله، موجود كتير جدا معلومات عن الحمله وعن الشركه بشكل عام في الانترنت عشان تقدروا ان انتم ايه تحلوا الواجب المطلوب منكم. ويا ريت تجاوبوا على كل سؤال باستفاضه وتحطوا الاجابه بتاعتكم على البلاك بورد قبل يوم الخميس القادم باذن الله. طيب ده كده برضه تعريف تاني، ولكن تعريف فيه دقه اكتر او فيه عايز اقول تفاصيل اكتر عن الاتصالات التسويقيه المتكامله. كنت طبعا يعني طبعا داخل في التنسيق والتنسيق بين جميع الاتصالات التسويقيه، ادوات التسويقيه، ادوات سوري الاتصالات المتكامله، في هنا خطا تمام. داخل الشركه برامج سلسه جديده للتاثير على المستهلكين وغيرهم المستخدمين النهائيين باقل تكلفه، تشمل الاتصالات المتكامله جميع المؤسسات التجاريه، قناه العملاء، والاتصالات الخارجيه، والاتصالات الداخليه زي ما احنا قلنا قبل كده تمام. تعالوا بعد كده نشوف ما هي العناصر المختلفة للمزيج الترويجي بقى، او ايه الادوات المختلفة اللي ممكن اختار منها عشان اصمم الحملة بتاعتي. خلي بالكم ان انتوا عندكم مشروع ومطلوب منكم ان انتوا تصمموا حملة 360 او حملة زي ما بنسميها بالانجلش 360 كامبين او حملة ترويجية عشان برسالة موحدة تحيط بالمستهلك، وتختاروا علامة تجارية من السوق القطري عشان تعملوا عليها الحملة دي. لكن مش أي علامة تجارية، لازم تشوفوا علامة تجارية لمنتج أو لخدمة أو whatever، يعني يكون يعني مش عايز أقول عنده مشاكل بس ما يكونش من رواد السوق، يكون عنده طموح إن هو يعني في مجال النمو، في مجال يخش سوق جديد، يكون ممكن عنده مشاكل ومحتاج إن هو يحلها من خلال استخدام الوسائل المتكاملة. فما تروحوش مثلا تختاروا أريده او مثلا الكيو ام بي، دول ناس الماركت ليدرز يعني، يعني اللي هم يحتاجوهم للسيستم المتكامله بيعملوا السيستم المتكامله بيعملوا وبيستخدموهم عشان كده هم ناجحين. احنا عايزين بقى شركه ما عندهاش هذا الفكر او بتصارع انها تبقى شركه انجح او افضل في السوق القطري، اللي بنسميها بالانجلش اتس ان اندر دوغ براند. اندر دوغ براند يعني علامه تجاريه مش واخده حقها، محتاجه ان هي تشتغل اكتر على نفسها، محتاجه ان هي تتواصل بشكل افضل ومتكامل مع السوق المستهدف. فاختاروا علامه تجاريه تكون فيها المواصفات في السوق القطري. عندكم نموذج لذيذ جدا، نموذج هتلاقوه موجود على البلاك بورد اوكي، هيساعدكم ان انتم توصلوا علامه تجاريه. قدموا لي مقترح او اثنين او ثلاثه من النموذج ده عشان الاسبوع القادم هكون في ميعاد ان شاء الله بينا ان انا اشوف النموذج ده، غالبا هيكون الخميس القادم برضه محاضره ان انا اشوف معاكم النموذج ده وهكذا. لكن الاهم دلوقتي بالنسبه لي هو ان انتوا لازم تحطوا نفسكم في مجموعات يعني من 4 إلى 5 أفراد ماكسيمم، ما ينفعش يبقى اكتر من 5، ما ينفعش اقل من 4. فيا ريت تحطوا نفسكم في مجموعات من 4، يعني احنا عندنا حوالي 12 واحد في الكورس، لو حطيتوا نفسكم في مجموعات من 4 يبقى افضل، يبقى عندي 3 مجموعات في الكلاس. فلو سمحتوا وتنشئوا المجموعات دي على البلاك بورد، البلاك بورد هتلاقوا في مكان اسمه جروبس او مجموعات، هتخش القائد مجموعه يخش عليها وينشئ مجموعه، يعني يختاروا لنفسكم اسم، اسم الشركه اللي هي بنسميها شركه اتصالات متكامله او شركه دعايه واعلان، اختاروا لنفسكم اسم لطيف كده وحطوا اساميكم
على البلاك بورد، لان خلي بالكم هيبقى في شغلك مشروع 90% من شغل المشروع يبقى على البلاك بورد. اوكي، فمهم جدا ان انتوا تعملوا الموضوع ده في اسرع وقت ممكن لو سمحتوا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه المكونات المختلفه زي ما انتم شايفين كده، الاعلان، الاعلانات المدفوعه، العلاقات العامه، التسويق، كل ده ندرسه بقى ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني من الكورس. هندرسه الماده دي يا شباب عشان تبقوا فاهمين، منقسمه لجزئين مهمين. الاتصالات المتكامله منقسمه الى جزئين مهمين جدا. الجزء الاول هو معظمه تسويق، يعني علامات تجاريه كيف يتم بنائها. بنتكلم على امور استراتيجيه زي تصميم والاعلان واداره الاعلانات واداره الاتصالات المتكامله والتخطيط للاتصالات المتكامله، اللي هو بنسميه الجزء الاستراتيجي. فالاول جزء من الكورس اللي هو رايات المتر منقسم الى الجزء الاستراتيجي، حلو كلام، اللي هو بنتكلم فيه على ازاي اعمل تحليل، ازاي اعمل تحليل موقفي، ازاي ان انا اعمل احط اهدافي بتاعت الاتصالات المتكامله، احط اهداف تسويقيه للسنه القادمه، اخطط للاتصالات المتكامله، يعني اصمم الحمله بتاعتي، اختار العناصر المختلفه الهامه الاستراتيجيه للحمله قبل تنفيذها وهكذا. الجزء الثاني من الكورس هندرس فيه عناصر دي او المكونات اللي انتم شايفينها دي، هي مكونات الايه المزيج الترويجي، هندرس لها. وبعد كده هيبقى عندكم بقى الاختيار، تشوفوا ايه اكتر، ايه الاختيار الامثل من هذه الادوات اللي يقدر ان هو ينفذ اهدافي اللي انا حاططها في الجزء الاول، وينفذ الرؤيه بتاعتي حاططها في الجزء الاول علامه التجاريه. فهمت قصدي ولا؟ فالكورس منقسم الى جزئين، جزء استراتيجي وجزء تكتيكي تنفيذي، تمام؟ فاحنا الان طبعا في الجزء الايه الاول. كل الامور دي طبعا السوق الرقمي، السوق البديل، السوق الشخصي، طريقه معينه، كل واحده من دول يعني ليها هدف معين وبتؤدي هدف معين وبتلعب دور معين مع علامتي التجاريه ومع فكر الاتصالات المتكامل. يعني بيعملوا البيع الشخصي مش زي اللي بيعملوا الاعلانات الطبيعيه اللي هي على التلفاز وعلى الراديو وعلى الاوتدور والكلام ده، مش زي اللي بيعملوا شبكات التواصل الاجتماعي، مختلف تماما عن تسويق قواعد البيانات وهكذا. يعني كل واحده بتلعب دور غير الاخر، لكن بيكملوا بعض، بيكملوا بعض لضمان يعني تأثير ثلثي على السوق المتنافس وإيصالها للسوق، تمام؟ ده كده بشكل مختصر جدا 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 من خطوات أي خطة تسويقية بشكل عام. يعني أي خطة تسويقية بشكل عام بيكون فيها العناصر دي، بيكون فيها هذه العناصر. يعني إيه علاقة الخطة التسويقية بالنحو تفتكروا؟ ليه لازم أفهم سؤال او لازم اعرف خطه سيطره الشركه عشان اقدر اصمم لها حمله اتصالات سويه متكامله تكون بشكل اوكي؟ لانه خلي بالكم الشركه يعني حاطه خطه تسويقيه، يبقى انا لازم افهمها. ليه؟ لاني اقدر منها افهم الشركه دي ايه بيان وضع السوق بتاعها، ايه الاسواق اللي بتستهدفها، شكله ايه، المستهلك اللي بتستهدفه، مواصفاته ايه، خصائصه ايه. اوكي، ده مهم جدا. هعرفه منين؟ الشركه دي بتبيع قد ايه في السنه، ايه طموحها في البيع، ايه طموحها في الحصه السوقيه، إيه وهكذا، ايه اهدافها التسويقيه للسنه القادمه. كل ده بقدر اعرفه من الخطه التسويقيه للشركه. فلما يكون عندنا شركه دعايه واعلان، هو لما يجي يصمم الحمله ما بيصممهاش من دماغه، هو لازم، مش لازم الاول يكون فيه عنده معلومات كافيه وافيه عن العلامه التجاريه وعن الاسواق المستهدفه ولا لا؟ ولا يشتغل كده؟ هل ينفع انت تروح بكره انت فاتح اي بزنس ستارت اب، بزنس صغير، وتروح لاي شركه في السوق تقول لهم لو سمحت من فضلك صمم لي حمله اعلانيه، هيصممها هيقول لك ايه؟ لازم يسالك اسئله، صح ولا لا؟ لازم يقول لك طب بس اعرف بس العلامه التجاريه بتاعتك دي ايه نظامها، يعني ايه السوق المستهدف بتاعها، طب ايه بقى وضع السوق بتاعها، يعني ايه، يعني ما هي الصوره الذهنيه التي تريد ايصالها للسوق المستهدف؟ عايز توصل صوره ذهنيه ايه؟ انت فخم، انت غالي، انت شبابي، انت غامض، انت مثلا مرح، انت ايه الوجه العلامه التجاريه بتاعتك؟ يعني مثلا تعالوا نقارن بين صور ذهنيه لعلامتين تجاريتين ناجحين جدا في عالم الساعات، يعني الساعات العاديه مش السمارت واتشز، يعني الساعات العاديه زي مين ومين مثلا؟ تعالوا ناخد رولكس مثلا كعلامه تجاريه، مين يقدر يقول لي ايه هي الصوره الذهنيه لرولكس اللي حطها او رسخها في اذهان المستهلكين؟ الفخامة. الفخامة. اختفيتوا ليه تاني؟ ما تظهروا لي كده في الشاشة عشان اشوف مين اللي بيتكلم. خالد؟ الفخامة يا دكتورة. مين بيتكلم؟ سالم؟ الفخامة، برافو.
بالضبط. انا عايز اظهر لان انا فخم. ايه تاني؟ ها ايه تاني؟ برافو. ده اللي هو مركز عليه، الفخامه، عايز اقول اللكجري يعني او الرفاهيه، صح ولا لا؟ هو ده اللي هو الصوره اللي عايز يحطها نفسه. طيب بالنسبه للساعات مثلا سواتش، وهي علامه تجاريه ايضا ناجحه جدا، لا تقل نجاحا عن رولكس على فكره، ناجحه جدا السوق. ايه الصوره اللي هي اللي هو عايز يبينها السواتش؟ عارفين ساعه سواتش ولا لا؟ ساعات السواتش معروفه ايضا، موجوده هنا في قطر. ها مين يقدر يقول لي ايه الصوره الذهنيه للسواتش؟ ها يلا شباب، انا عايز تفاعل. خليكم التفاعل ده على الدرجات. نعم انا والله مش عارفها الصراحه يا دكتور سواتش. طيب مين اللي عارف سواتش؟ ها حدش عارفها؟ معقوله؟ انتوا خريجين في رولكس مش هتبصوا على سواتش قوي، بس يعني علامه تجاريه قويه. اتفضل يا محمد. لا هي كانت موجودة ووقفت يمكن من 6 سنوات أو 7 سنوات، كانت في لاندمارك. ما وقفتش يعني. من قالك إنه؟ لا في قطر، في قطر. لا موجودة في قطر وموجودة في لاندمارك. لا أنا موجودة في لاندمارك وسكرت يعني. لا ما سكرتش، موجودة في لاندمارك، موجودة في فلاج، موجودة في كل مكان. هي ساعات، هي بقى هي هنا الصورة الثانية بتاعتها. هي طبعا معروفة وناجحة. فدي فتحة في تايم سكوير في نيويورك يعني. الصورة الذهنية اللي هي عايز تبينها ان هي علامة تجارية ايه؟ عملية شبابية. فاهمين قصدي ولا لا؟ على فكرة الاثنين سويس ميد، يعني الاثنين مصنوعين في سويسرا. رولكس سويس ميد، سواتش برضو سويس ميد، مش تبقوا فاهمين. لكن دي الصورة الذهنية بتاعتها، الفخامة والشياكة والرفاهية زي رولكس. وسواتش ايه هي الصوره الذهنيه بتاعتها يا محمد؟ ايه ان هي عايزه تبقى فيها مرح، فيها شباب، فيها عمليه. انت انسان عملي وانسان عندك يعني رؤيه عمليه لحياتك وهكذا وهكذا، بالتالي عايز تلبس لون ساعه يمشي مع شكل الهدوم بتاعتك، عايز تبقى فيها برضو حته فاشن او فيها حته ان انت عايز تبقى مواكب للالوان الموضه والعصر وهكذا. فهو ده الصوره الذهنيه بتاعتها. فيبقى ده اللي انا بتكلم عليه. احنا بنشوف ما هي الصوره الذهنيه المناسبه للعلامات التجاريه، فبستخدم اتصالات صوره متكامله لايصال هذه الصوره الذهنيه. ساعات علامات تجاريه ما بتكونش ناجحه، محتاجه تغير هذه الصوره الذهنيه. محتاجه تغير ولا مش محتاجه؟ محتاجه. انا بقى دوري كمسوق من خلال اتصالات صوره متكامله احاول اغير هذه الصوره الذهنيه. فهمتوا ولا لا؟ تمام. ايوه مفهوم. برافو عليك. زي ما هو كده جيت شيك فري عايز يحط صوره ذهنيه ان انا والله ايه بعمل دجاج بشكل صحي، بشكل لطيف، بشكل برضو فيه عنصر الوجبات السريعه او الفاست فود وهكذا، ولكن بشكل بمنظور مختلف، بجوده مختلفه، برؤيه مختلفه، بحيث ان انا اقدر انا اقدم لك تنوع في الطعام وتنوع في ازاي تاكل الدجاج بشكل صحي وهكذا. فاهم قصدي ولا هي دي الصوره الذهنيه اللي عايز يحطها على نفسه؟ اوكي طيب جميل جدا. تعالوا نكمل نشوف دلوقتي. دي بقى يعني من الحاجات المهمه جدا 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 اللي احنا يعني نستوقف عندها، وهو ما هي الاتجاهات في العصر الحديث التي تؤثر على عمليه الاتصال في التسويق بشكل عام او على اتصال متكامل. في عندنا بعض الاتجاهات والترندز المهمه جدا اللي هي بتاثر على ده. انا اتمنى يا شباب ان شاء الله يوم الاحد ان كل الكاميرات بتاعتكم دي كلها تكون شغاله عشان اشوفكم. اوكي فانا هديكم فرصه اخيره ليوم الاحد، بعد كده بقى ايه ازعل منكم. اوكي حلوا مشاكلكم التقنيه عشان نقدر ان احنا نشوف ونتفاعل مع بعض. المحاضره طبعا كده مش يعني مش موجوديه قوي زي ما انا عايزه برضو يعني. تمام طيب تعالوا بقى نكمل شغلنا. ايه الحاجات اللي دلوقتي اللي لازم المسوق يحطها في الاعتبار لما يجي يصمم حمله اتصالات سويه متكامله؟ التركيز على المساءله وقياس النتائج. مين اللي هيسالني انا كمسوق داخل الشركه؟ مين اللي هيسالني؟ ها الجمهور المستهلك طبعا. لا مش المستهلك. ايه علاقته بالمسألة؟ لا المستهلك هيسالني ويقيس النتائج. دكتور ما بتصير حملات مثلا ان مثلا سؤال جواب خارج ذي عشان
ياخذ معلومات من من الذي اسمه من الناس اللي يبي يسال الناس يعني سؤال عام عن الناس يعني عن المنتج هذا. لا احنا كان دلوقتي على ايه الضغوط او ايه التحديات اللي بتقابل المسوق في هذا العصر عشان يقدر يعمل سلسله متكامله او بتقابل السلسله المتكامله بشكل عام. اول حاجه التركيز على المساله وقياس النتائج. مين دول؟ الشركه نفسها يعني الناس اللي ماسكه الشركه على مستوى استراتيجي او اللي هم المدراء الكبار في الشركه او البورد دايركتور. برافو يا خالد. الاداره العليا هي اللي بتسال والله انت اخذت كذا مليون عملت حمله كذا ايه بقى استفدنا احنا ايه من الحمله دي؟ فين العائد على الشركه؟ فين قيمة العلامة؟ احنا نرجعوا بقى للكلام يا جماعة. لا يرضي المسوق غير ان قيمة العلامة التجارية بتاعته تزيد في السوق نتيجة لهذه الامور. تمام؟ لو قيمة العلامة التجارية بتاعتي مش بتزيد يبقى انت ما تشتغلش تسويق، اشتغل حاجة تانية، يبقى عندك مشكلة. طب قيمة العلامة التجارية بتاعتي هتزيد ازاي؟ من خلال ايه؟ لسه قايل لكم من خلال ايه؟ ها؟ من خلال ايه؟ ردوا عليا. الصوره الذهنيه. من خلال ايه طيب غير الصوره الذهنيه؟ مش لسه سالكم سؤال ومجاوبين عليه. الولاء. ولاء المستهلك بالظبط كده، من خلال ولاء المستهلك. يبقى انا لازم طب ولاء المستهلك ده هيجي ازاي؟ من خلال زي ما انتم قلتوا غير الصوره الذهنيه الصحيحه عن علامتي التجاريه. صح ولا لا؟ وان هو كل مكان يروح يلاقيني، كل مكان ممكن اتواجد فيه يلاقيني. بالتالي اقدر اكون انا في الذاكره طويله الاجل بتاعته ونسبه الادراك تبقى عاليه جدا عنده عني. مظبوط ولا لا؟ صح. تمام. يبقى الاقتصاد السوري انت كان تلعب دور في ده. فطبعا لازم اقيس واحاسبك على الفلوس اللي خدتها دي واحاسبك على الحملات اللي انت عملت عملها دي. فالاداره العليا بتحاسب. هيبقى اصبح في تركيز دي كمان في تركيز اكتر لانه الان ليس هناك موارد لاصدارها. هدر الموارد غير مطلوب. كل الدول كل الناس تعالوا شوفوا حتى قطر بتعمل ايه. صح ولا لا؟ مش عايزين نهدر الموارد، ما عايزين نحاول ان احنا نتقشف شويه، عايزين نحاول ان احنا يعني نعمل امور فعاله فعلا تجيب نتائج انا عايزها. مفيش مجال يا جماعه دلوقتي للخطا ولاهدار الموارد. اوكي؟ فالتركيز طبعا على ده. سطوع نجم الساحه الرقميه او التسويق الرقمي اصبح هو نمبر 1 او اصبح التركيز عليه بشكل رهيب. كل ده حاجات لازم تحطوها في اعتبار انتوا بتصمموا الحمله بتاعتكم. صح ولا لا؟ دمج منصات وسائل الاعلام. بعد دلوقتي انت ممكن تسمع الراديو على التليفون، ممكن تتفرج على الاعلانات التلفزيون على اليوتيوب. صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ ففي دمج بين المنصات وده مهم جدا. خلي بالكم مهم جدا عشان اقدر انجح، وده احد الامور لازم احطها في الاعتبار. هل ينفع دلوقتي تعمل ويب سايت ما يكونش ينفع يتفتح على الموبايل بشكل سليم؟ فشل على طول. ما ينفعش. صح ولا لا؟ ما ينفعش. في لازم اخد احط ده في الاعتبار. اوكي؟ طيب تعالوا نبص على بقيه الحاجات مع بعض. التحول في قوه القناه هنتكلم عليها. زياده في المنافسه العالميه طبعا. كل علامه تجاريه دلوقتي بقى فيه منافسين ما شاء الله يعني. الزياده في تشابه العلامات التجاريه، شبه العلامات كلها شبه بعض. تعرف السمارت فونز دلوقتي كلها شبه بعض، لينوفو وابل وايفون وسامسونج وكله وهواوي كلهم شبه بعض، اوبا ومش اوبا كلهم شبه بعض. صح ولا لا؟ كلهم بيعملوا نفس الحاجه تقريبا باختلافات طفيفه جدا. فدلوقتي بيبتدوا يشتغلوا على الحاجات اللي هي ايه بقى؟ اصل الكاميرا دي فيها 7 كاميرات ودي فيها 3 كاميرات ودي مش عارفه ميجا بيكسل ايه ودي مش عارف بتصور ازاي. بيدخلوا في حاجات حتى ممكن ما هياش بهذه الاهميه لشريحة كبيرة من المستهلكين، ولكن بحاول أخاطب شرائح مختلفة حول العالم لاحتياجات مختلفة عن المستهلكين. مظبوط ولا لا؟ عشان أوجد نفسي حاسة سوقية أعلى وأعمل مبيعات أعلى لنفسي وهكذا. خدتوا بالكم من الموضوع ده؟ التركيز على إشراك العملاء في العملية الإيه؟ زي ما أنتم شفتوا ها؟ شفنا النموذج بتاع إيه؟ النموذج اللي إحنا اتكلمنا عليه بتاع معجزة الخلق، فاكرين؟ العلامة التجارية بتاعت ميريكل ويب عملوا إيه؟ العميل مشترك معاهم، بتعمل مواصفاته بتشترك وداخله في الحمله بتاعتي وداخله في السلسله المتكامله. فالعميل اصبح شريك ليس فقط متلقي، مش قاعد كده بس فقط بيتلقى الرسائل، لا العميل ايضا بيلعب دور في انتاج فكره السلسله المتكامله وبيلعب دور، وكمان الشهادات بياخدوا منهم شهادات
او تستيمونيالز ويحطوها على الويب سايت بتاعتهم، والعميل بيصور ويبعت لي واحط الكلام ده في الدعايه بتاعتي وفي اعلاناتي وفي حملتي. فالعميل دول على اصبح بيلعب دور كبير ايضا في هذه الشركه. تعالوا كده بسرعه نبص على كل واحده سريعا. مين عايز؟ سالم اتفضل يا سالم. العميل بعد يعطي فكره يا دكتوره، يعني نزول تبع الشركه للشارع ياخذ معلومات كثيره من العميل. طبعا مش كلام، في بحوث التسويق وفي بعد ما بنقيس قبل الحمله وبعد الحمله وفي وسط. طبعا العميل مراقبه العميل في حد ذاتها او المستهلكين في حد ذاتهم بتعطي افكار مهمه جدا جدا للمستهلكين. شركه زي 3M، عارفين شركه 3M؟ شركه 3M دي شركه بتعمل ادوات مكتبيه وحاجات زي كده. شركه 3M دي من هي اللي اخترعت البوست نوتس. عارف انا مش عندي واحده كنت عايز اوريكم، عارفين البوست نوتس اللي هي في حته لاصقه من فوق بتلزقها على ورقه على ثلاجه على حيطه على بوست نوتس؟ ما اعرفش سمعتوا عنها ولا ايه. شوفوا عندي واحده هي هنا، شايفين دي بوست نوتس، شايفينها ده؟ ها في حته لاصقه من فوق، شايفين حته لازقه دي؟ اوكي، هم اللي اخترعوا الاختراع ده. افتكروا مين اللي اخترع الاختراع بتاع البوست نوتس ده؟ موظف داخل الشركه من خلال عمله اليومي، لان هو في عنده احتياج الى هذا الموضوع فاخترعه. شركه 3M من الشركه القويه جدا في عمل في عالم اختراعات الحاجات الادوات المكتبيه، يعني هي عامله براءات اختراع كثيره جدا. 90% من الابتكارات بتاعتهم بتيجي يا من الموظفين داخل الشركه يا من المستهلكين، مش من المعامل. فاهم قصدي ولا مش من المعامل؟ لا، من المستهلكين، من حياتهم اليوميه ومن الايه؟ من الموظفين. فكلامك مظبوط يا سالم. يعني يبقى المسؤوليه ونتائج قابله للقياس. كل دي يا جماعه ما هي الضغوط والاتجاهات الحديثه الموجوده الان في العالم وفي السوق الذي يجب الاتصالات المتكامله اخذها في الاعتبار. لازم وانت بتصمم حملتك تاخذ في الاعتبار هذه الامور. اول شيء المسؤوليه والنتائج قابله للقياس، ده مهم جدا جدا. بقى في ضغوط اقتصاديه، بقى في عدم توازن في السياسات وفي اقتصاديات الدول، وفي ناس عندها اللي هي بنسميها political instability او عدم يعني انسجام سياسي او وضع سياسي مضطرب، وكل دي امور بتاثر طبعا مفيش كلام. الكورونا والجائحه اكبر حاجه، دي الجائحه اللي احنا فيها دلوقتي دي مش مؤثره على اتخاذات القرار داخل الشركات؟ مش هي ناس بتفضل تتفرج على النت دلوقتي في وسط اللي احنا فيه ده؟ صح ولا مش عامل ازمه اقتصاديه؟ مش عامل ازمه في عمليه الانتاج وعمليه الاستهلاك؟ صح، يبقى كل ده لازم ياخده في الاعتبار مفيش كلام. اوكي، فاقروا السلايدز دي فيها معلومات كتير عن هذا الموضوع. الوسائل الرقميه بقوه، الانترنت والويب بشكل عام، السوشيال ميديا بشكل خاص، كل دي بقت حاجات يعني مهمه بتسمح بالتفاعل وبتشجع على يعني عايز اقول ايه سهوله. مستهلك 24 ساعه دلوقتي ماسك الموبايل، you cannot ignore mobile marketing. خلاص ما ينفعش انت تعمل اي وسيله، ما ينفعش تفتح التليفون في اي حاجه دلوقتي، ما ينفعش تفتح التليفون، مفيش. ولو في ده مش ناجحه، مين قصدي ولا لا؟ فاصبح دلوقتي الهاتف ده بيلعب دور كبير جدا في هذه الامور. كل دي حاجات في منتهى الاهميه، خلي بالكم. يعني دمج زي ما قلت لكم، دمج يعني المنصات بتاع دلوقتي. خلاص اتفرج على اعلان جديد نزل بتاع سامسونج مثلا اللي هو الترا 20، اعلان مش عارف كان بتاع بيبسي لما جايبين ميسي وجايبين محمد صلاح ومش عارف، بتشوفوه في كل حته، في اليوتيوب، في الانستجرام، في التلفزيون، في بي ان، في مش عارف. صح ولا لا؟ دمج في المنصات، دمج، اقدر ادمج المنصات. وده شيء، ده بقى من الحاجات اللي ايه الاوكي للمسلسل المتكامل اللي بتساعد على فكره التسلسل المتكامل. صح ولا لا؟ انا اقدر ان انا ايه ادمج بحيث بالتالي يبقى التاثير اقوى، تبقى الرساله اقوى، لان المستهلك بيشوف حاجات كتير، المستهلك بيشوف الرساله دي في حاجات كتير. فده يعتبر من الامور الايجابيه مش السلبيه للايه التسلسل المتكامل. طبعا هنا جايب لك ايه هي طبيعه الـ يعني عايز اقول سلوك المستهلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سلوكه عمل ازاي، بيعمل ايه. معظمنا بنعمل مراعاه المحتوى، او يعني اللي هو عايزين نقول ان هو تصفح يعني بشكل عام على المحتوى، يدور على المحتوى وهكذا. ونوصل نبتدي ان احنا نوصل لغايه طبعا الحزام العنكبوتي الاجتماعي اللي هو فكره السوشيال سبايدر ويبنج، او ان انا اخش على
كذا سايت في نفس الوقت وافتح وابص هنا وده اللي احنا بنعمله دلوقتي صح ولا لا؟ نفتح كذا سايت في نفس الوقت كذا بلاتفورم في نفس الوقت اشتغل عليه، فتح انستغرام فتح فيسبوك وفتح مش عارف واتساب وبتشتغل على ده وبتفتح ويب سايت، هو ده دلوقتي اللي احنا شغالين عليه. فالمستهلك اصبح معظمنا بنعمل كونتنت كريزنج او اللي هو بنسميه مراعاه او تداول او يعني التصفح عبر المحتوى، ولكن ايضا بنوصل لمرحله اخيره ان احنا نفتح كذا حاجه مع بعض ونشوف ونملى ابلكيشن هنا ونبص على الويب سايت هنا ونشوف مش عارف برنامج هنا ونسمع محاضره هنا. بقت العمليه ايه؟ في يعني تنوع في استخدام الشبكه، يعني شبكه اللي هي طبعا الانترنت او الويب بشكل عام. هنا بقى هقف وقفه لان دي ما شرحتهاش قوي، هي تغييرات في موازين القوه في قناه التوزيع. زمان كان القوة عند مين؟ يعني لو عندي قناة، لو عندي قناة تبدأ من ال تبدأ عندي من البروديوسر أو اللي هو بنسميه الإنسان اللي بينتج أو الشركة اللي عندها إنتاج أو اللي بتنتج أو اللي هي بتطلع المنتج أصلاً أو بتصنعه، المصنع يعني. تمام؟ كانت القوة عند المصنع لأن ما كانش فيه كل هذه العلامات التجارية الرهيبة لكل حاجة في السوق. خد عندك أي علامة تجارية، خد فاست فود، خد البنوك، خد السيارات، خد بقى عندي المستهلك اصبح مش عنده، اصبح اختيارات رهيبه جدا اصبح عنده. زمان كان كده لا، فبالتالي كانت الموازين القوى في القناه اللي هي ايه؟ القناه موازين القوى في القناه دي قناه ايه؟ قناه من الاول المصنع للمستهلك. انت عندك المصنع وبعدين عندك تاجر الجمله وبعدين عندك تاجر التجزئه وبعدين عندك المستهلك. طبعا على سبيل الاختصار، طبعا ممكن يكون في مسميات ثانيه وناس ثانيه، لكن على سبيل الاختصار انت عندك المصنع، عندك تاجر الجمله، تاجر التجزئه، ثم المستهلك. الاول كانت القوة أكثر عند مين؟ ها؟ عند مين؟ حد يرد علي؟ ها؟ عند المصنع، لأن كان في نوع من النقص في السوق، ما كانش علامات تجارية كتيرة دي، ما كانش الدنيا بالطريقة دي، تمام؟ كان مختلف، كان في نقص، كان في دوبك على قد السوق اللي موجود، يمكن ساعات كمان يعني نادرا ما كان يبقى فيه فائض للإنتاج ويكون فيه هذا التنوع. دلوقتي بتروح لغاية فين بقى؟ بقى تتحرك وتروح لغاية فين؟ لغاية المستهلك ولغاية تجر. أكتر ناس عندها قوة دلوقتي هي تجار التجزئة، زي مين؟ زي كارفور، زي مونوبري. أكتر ناس لم تتضرر في جائحة كورونا هم دول، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يمكن كان بيبيعوا أكتر كمان. تجار التجزئة القوة أصبحت عندهم، لذلك كل الناس بتسارع، علامات تجارية بتسارع انها توجد نفسها مكان على رفوف هذه التجار، لان عندهم قوة. بقى المستهلك عايز يروح مكان واحد يجيب كل حاجة ويمشي، مبقاش زي زمان. فبالتالي موازين القوة في القناة تحركت من المصنع الى تاجر التجزئة. فهمنا الكلام ده ولا لا؟ فاهمين؟ طيب هنتوقف في هنا، تمام؟ واحنا اوريدي يمكن استعرضنا بقيه السلايد، قلنا في زياده في المنافسه العالميه، قلنا في تزايد في التشابه ونسميها براند باريتي، في تزايد في التشابه بشكل رهيب جدا في العلامات التجاريه دلوقتي، ودي اصبحت اصعب ليا كواحد بالسلطه المتكامله. يبقى لازم اعمل قوه استوقاف اكثر، لازم اعمل ميزه تنافسيه اعمق وفيها استدامه اكثر وفيها قوه عشان توصل مستهلك. كل ده ضغط عليا انا كواحد مسؤول عن اتصالات متكاملة أو عايز أصمم حملة في هذا العصر الصعب المليء بالتحديات والأمور لازم أحطها في حل الاعتبار. طيب أنا هقف هنا لأن إحنا معلش طولت عليكم، بس أتمنى أن تكونوا استفدتوا من المحاضرة وكله تمام. حل الواجب، هسمعك يا خالد، حل الواجب و